السلام عليكم، معكم KSA-Code-KSA. اليوم راح اقول لكم اشياء كثيرة، بس الاول معليش على الوقفة عن الكومنتريات. راح اعوذكم بهذا الكومنتري، واتمنى بنهايته تعطوني لايك سبسكرايب فيفرت. انا قاعد العب بيون بي جولد، زي ما تشوفون قاعد العب دومينيشن في ماب ونسيت اسمه، ما علينا. الجيم ذبح فيه 16 والديث از 16 وفيها فيكتوري ان شاء الله. بقول لكم شيء يعني اضافة، اللي يبي يضيفني اللي يبي يضيفني هذا الاي دي KSA-code-KSA، وانا بقبل اضافته اذا يستحق. كيف يعني اذا يستحق؟ يعني اللي انا واثق منه، يعني اللي انا مرتاح له. وبلاك بيري، عندي بلاك بيري معكم، بس قاعد يعلق عندي. انا ما ناقصني اضافات بلاك بيري. فعندكم اي دي سوني KSA-code-KSA، السبيلنج حق كود CODE. انا بالنسبه لي CODE. شيء ثاني، قصص الرعب ان شاء الله راح اقول لكم قصص رعب في كونتري ثاني، بس الحين استمتعوا بالجيم. في نهايته زي ما قلت لكم لايك سبسكرايب فيفرت، استمتعوا. Come on, man.
تنسون لايك سبسكرايب فيفرت. كان معاكم KSA-Code-KSA. مع السلامة.